يعني حولي ده رابع شهر قلت وشحال ملي راك هنا في الورشة؟ ربع شهر تقول عندك خدم شهر انت اللي طلبت ولا اختاروك؟ اختاروك وكي جيت صباح صباح عادي الحمد لله خير اكثر الحمد لله فرديه ولكن خير من هذا الشيء صار هذا هو الامتيازات اللي تقدمها البيئه المفتوحه ودي راه امتياز يعني هذه العقوبات البديله هذه اللي واحد ماشيين بعد السوار الالكتروني جايه في قناه الاجراء الجزائيه لكن دوك عندنا احنا تاع العام وعندنا هذه الورشات الخارجيه والمؤسسات البيئه المفتوحه عقوبات بديله رانا ماشيين فيها القانون راه مفتوح ما فيهاش المجرمين الخطيرين عندهم عقوبات بسيطه دي بانت فامي يعني شوف دي سان كبير دافع مصري 150 ثم من هذيك